أيضا أخوتي وأخواتي الكرام، للأخوة العربية الفلسطينية السورية تاريخ يشهد لها الجميع، ولن يستطيع بشار ولا إيران من ضرب هذه الأخوة في الدم والمصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، بسم العروبة، الأخوات والأخوة المناضلين، الجمع الطيب الكريم، يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم لأشارككم اليوم في مؤتمركم 27 للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، ممثلة عن التجمع الفلسطيني السوري الحر مصير، ولأنقل لكم تحيات الأخوة في التجمع وتمنياتهم لكم بالتوفيق، وتأكيدهم الوقوف معكم في خندق واحد لدحر الاحتلال الفارسي الغاشم عن أحوازنا الأشم منذ ما يقارب 92 سنة. ذلك الكيان الأخطبوط الذي يسخن جراح أمتنا العربية في الأحواز والعراق وسوريا ولبنان واليمن، ويتحدث علنا وبصوت عال عن أطماعه في الخليج ومقدساتنا ضمن أولوياتهم التوسعية حسب القادة الفارسيين جميعا، وأنهم يتجاوزون بأطماعهم منطقة الخليج وصولا للمغرب العربي وأفريقيا. وأننا من هنا نوجه رسالة إلى دول الخليج المتأثر الأول بالتدخلات السافرة في شؤونهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ونطالبهم بضرورة التحرك الجاد لدعم القضية الأحوازية بكل السبل والإمكانات، كما نطالبهم بدعم حركات التحرر المتضررة في إيران من أذريين وبلوش وكرد، ونقل لهيب النار إلى الداخل الإيراني، وأن نسرع بأخذ خطوات عملية، وأن نتخلص من عقلية العلاج للمرض ورسم الخطط فقط عند وقوع الخطر، إذ يجب الانتقال إلى الوقاية من المرض ورسم خطط عملية للمستقبل قاطعين الطريق على أعداء الأمة والمتربصين بها. الأخوات والأخوة الرفاق المناضلين، إن أهم الإمبراطورية الفارسية وأحياءها قد أعمى أبصار وقلوب الحكام في طهران، وإن ممارسات الإجرام الذي يتبعونها في الأحواز والعراق وسوريا بعلنية مفضوحة من مشانق وقطع رؤوس ورمي بالرصاص ما هو إلا لإرهاب شعبنا العربي ودفعه للاستسلام والرضوخ لهم، ولكن هيهات لأمة عريقة بتاريخها وأدبائها وعلمائها أن تندثر. نعم، قد يقول قائل أن الكبوة طالت وأن حال الترهل قد استشرت، ولكن أقول إن الحل يكمن في نهوض الأمة وانطلاقها، والتاريخ هو الحكم والفيصل بيننا. وخير دليل على كلامي الحرب المفتوحة اليوم بين الشعب السوري وميليشيات الفرس، فهم يقاتلون من أجل أوهام وأحلام باردة، والشعب العربي السوري يقاتل من أجل حريته وكرامته وخلاصه من الاستبداد والطغيان. سننتصر كشعب عربي واحد، وسندحر الاحتلال الفارسي، وسيكون جمعنا هذا في المحمرة وبغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وسنرفع رايات العروبة السمحاء خفاقة في سماء وطننا العربي، كما ستعود القدس عاصمة لدولة فلسطين التي اغتصبت على يد الاحتلال الصهيوني، وسيعود للعرب مجدهم وعزمهم، وكل ذلك بتعاضد القوى الخيرة في هذه الأمة من نخب مثقفة وعلماء وأدباء، كي تأخذ أمتنا العربية مكانتها الطبيعية بين الأمم. عشتم وعاش الأحواز عربيا، وعاش العراق وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن، عاشت الأمة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.